نعيش بكم في نحن يا صناع الفتن خلوا عن هالوطن خلوا عنا بدنا نعيش بكم في نحن آمن بالوطن، لأن المحبة والإنسانية هي الرسالة التي حملها، لأن التسامح والوئام كان غايته المنشودة، تهدفته يد الغدر والإجرام، يد الخيانة والتآمر، فكان شهيداً على مذبح الوطن. طوبى لأتقياء القلوب فإنهم يرثون السماوات.